تعرف يقولون لا تدوم المودة إلا مع الأصيل، وأتفق جدا مع هذه المقولة، ولكن يبقى السؤال من هو الأصيل؟ بالنسبة لي الإنسان الأصيل هو الإنسان صاحب الهجر الجميل والصبر الجميل والصفح الجميل، وهذه الثلاثة ذكرت في القرآن. وقالوا الهجر الجميل يعني هجر بلا أذى، يعني حتى لو افترقتوا ما راح يتكلم عنك من وراك وما راح يضرك أو يؤذيك. والصفح الجميل هو صفح بلا عتاب، في ناس تسامحك بس تتم تعايرك لسنوات طويلة، تتذكر لما سويت كذا وكذا وكذا، وهذا الشيء مش مريح أبدا. والصبر الجميل قالوا صبر بلا شكوى، وعلى فكرة الصبر مهم جدا في العلاقات، لابد أن الإنسان يصبر على غيره ويتحمل، مش عند أبسط خطأ يقولك والله طحت من عيني، لابد أن تكون عينك أوسع، لابد أن تكون رحيم وحليم على نفسك وعلى الناس. ارسل هذا الفيديو لشخص تشوف أن هذه الصفات موجودة فيه وودك تقول له أنك إنسان أصيل، واكتب لي في التعليقات من هو الشخص الأصيل بالنسبة لك.